الوثائق اللي وصلتنا أيضا رقم واحد الوثيقة هو محضر قرار دعوة مباشرة رقم 5 لسنة 2021 صيانة طريق بغداد كركوك ضمن محافظة كركوك، يعني بموافقات وإحالته إلى المشكلة أيضا بموجب قرارات وتوقيع من بعض اللي موجودين، إذا دائرة الرقابة الداخلية، مدير دائرة العقود. هاي العقود اللي تتطافر 19 مليار و97 مليون و300 ألف، وإلى حد الآن الطرق ده تحصد أرواح المواطنين. دكتور واثق، يعني مليارات ده تتطافر. هاي طبعا الشركة جيهان المقاولات وإنتاج الإسمنت 19 مليار. أنا سوي جدان عذرا. نعم. هو صحيح ده تنصرف المليارات، لكن أنا أريد أشوفها على أرض الواقع. هو الفساد شلون يبين؟ أنه مثلا أنا هسه أطلع الأربيل أو أطلع الموصل أو الكركوك، طريق الموت، قسما بالله طريق الموت، طريق ما تمشي عليه الدابة، مع جل احترام المواطن العراقي ولأي إنسان، طريق مو إنساني، طريق موت. هذا المفروض يعدم ويحاسب كل الوزراء اللي توالوا من 2003 إلى هذه اللحظة. كل يوم نشهد عشرات القتلى وعشرات الحوادث على هذا طريق الموت اللي هو مال ديالة ومال كركوك وغيره. طيب طريق دكتور، ما يصلح حتى مع جل احترامي للحيوانات. وكذلك الطرق بالجنوب، سايد واحد، طريق البصرة، طريق ما هم ما حاسين بها دكتور واثق. أتحدث لك عن موضوع فيه ملف فساد يجب على كل عراقي أن يقرأ عنه. هذا الموضوع هو انهيار في طرق الجسور الذي يشمل طريق التاجي وطريق بسماية وطريق العظيم. نعم هذا تم التعاقد على مع شركة اللي نقول هي شركة غير مؤهلة وشركة غير ناجحة، اللي هي سترايك اوف شور للمقاولات. مدة انجاز هذا العقد للمشروع 550 يوم بالتفصيل. تفصيل العقد يشمل طريق التاجي اللي وضعوا له مبلغ خيالي فيه. اللي وضعوا له مبلغ خيالي اللي اذا سمعت ضيف حضرتك يتكلم عنه، وضعوا له هذا الطريق طوله 33 كيلو متر. وضعوا له 72 مليار دينار عراقي. اللي هسه حاليا سيد يحصد الارواح. قاعد اتحدث لك انا قبل يوم كنا شادر من منطقتنا انسحب شاب بعمر الوريد مواليد 65 متزوج نسوان اثنين وعنده 9 اطفال عن طريق الرون سايكل الدهب، وعرفنا صاحب الدهب الى جهات مجهوله. سيد هذا موضوع حصد ارواح، من يتحمل مسؤوليته؟ من يتحمل مسؤوليه هذا المشروع؟